بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي. بصفتي مواطن من أبناء حلب المدينة العريقة التراثية الحضارية، وبصفتي أحد أعضاء مجلس الجالية الحلبية في دولة الكويت، وبصفتي أحد أعضاء جبهة علماء حلب، أحببت أن أتجول بين أهلنا وإخواننا في محافظة حلب ريفا ومدينة، نتلمس معاناة الناس، أتحدث معهم، أحاورهم، أعيش معهم لحظات القلق والهم والترقب والخوف. يعيش الناس في مدينة حلب وفي ريف حلب أياما صعبة. الوضع الإنساني في محافظة حلب وضع مزري جدا ومحزن. كافة مستلزمات الحياة والقوت اليومي تكاد تكون مفقودة أو نادرة أو غالية الثمن، ابتداء من الخبز إلى المازوت إلى البنزين إلى الكهرباء، وهي أم المشاكل. مررنا على أماكن لم ترى نور الكهرباء من 4 أيام و6 أيام، وإذا رأته فلا تراه إلا ساعة أو ساعتين أو 3 في اليوم. وجدنا معاناة شديدة في موضوع الطعام والشراب والكساء. هناك عوائل لا تجد سوى وجبة واحدة في اليوم، وهناك عوائل بدأت تبيع مقتنياتها بأبخس الأثمان لتعيش قوت يومها. وضع سيء جدا تعيشه المدينة ويعيشه الريف. الناس يتصبرون ويحاولون أن يتعاملوا مع وضعهم الذي يعيشون فيه. أحزنني كثيرا أن أتجول في شوارع مدينة حلب فأجدها بعد الساعة 5 مساء خاوية، لا يتجول فيها إلا المضطر. أفزعني كذلك أن أعيش مع الناس أياما وليالي، ننام على صوت القذائف نصحو عليها، ترى أصوات الاشتباكات والرصاص تمر بين رجليك ومن بين جانبيك، لا تعلم من أين وإلى أين وإلى متى. وضع سيء بكل معنى الكلمة. مع هذا الواقع الذي لمسته وشاهدته وعشت فيه أسبوعا كاملا، بالمقابل أفتخر بأنني أنتمي لهذه المدينة ولهذا الشعب. شعب متفائل، شعب صامد، شعب صابر، شعب يحاول كما نعبر أحيانا يحاول أن ينحت في الصخر. هناك أحب أن أشير إلى 3 أمور تدعوني للتفاؤل حقيقة. مررنا على عدة مناطق وقرى وأرياف، وجدنا مجالس محلية انتخبها الناس من بينهم، تحاول أن تحل مشاكلهم، تحاول أن تتلمس الصعوبات، تحاول بمواردها القليلة بما يتوفر عندهم أن يتعامل مع الظروف الصعبة التي يعيشون بها. هذه المجالس المحلية المدنية الحقيقة مفخرة لكل مواطن سوري ولكل حلبي بالتحديد، لأنني الحقيقة وجدت هذا موجود في أغلب المناطق في المدينة وفي أغلب الأرياف. وأنا من هنا أدعو كل منطقة أو مدينة أو قرية لم تنتخب مجلسا محليا مدنيا أن تنتخب من بين أبنائها أناس أكفاء مختصين يديرون شؤون منطقتهم ومدينتهم وبلدهم. من الأمور التي تدعو للتفاؤل وللفخر أنني مررت على مجلس القضاء الموحد في محافظة حلب داخل مدينة حلب. الحقيقة وجدت ورشة عمل كبيرة، وجدت قضاة ومحامين وشرعيين يتعاونون معا في سبيل بث الأمن والأمان بين الناس، في سبيل فض المنازعات. أنشأوا محاكم جزائية وأحوال شخصية ومحاكم عسكرية. أتمنى من الجميع أن يتواصل معهم، أن يدعمهم، أن يتعاون معهم، لأن هذه تحل مشكلة كبيرة فيما يتعلق ببعض الفوضى المنتشرة في المدينة. من الأشياء التي تدعو للتفاؤل وحتى للفخر أنني مررت على المجلس الانتقالي في محافظة حلب،
وجدت خلية عمل من الأخوة الشباب ومن الأخوة المختصين، عندهم 11 مكتب مختص في جوانب الإغاثة والطبابة والإسعاف والإعلام وأمور متعددة. الحقيقة نحتاج إلى هذه الجهود. هذا الشعب الحضاري، الشعب الصامد، الشعب الصابر، الشعب الخلوق، الشعب الملتزم، يستحق الحقيقة وضعا أفضل مما هو عليه اليوم. أنا أريد أن أوجه نداءات بسبب ما لمسته على أرض الواقع. أريد أن أوجه نداء أولا إلى العلماء والمشايخ وطلبة العلم. الناس تحتاجكم، الناس تريد من يوجهها، من يتحدث معها، من يتلمس معاناتها. فاجأني أن أجد كثير من المساجد لا يوجد فيها خطباء ولا أئمة. هذا شيء مؤسف. حلب وريفها هي الأزهر الصغير، أين علماؤها؟ أين مشايخها؟ أين طلبة العلم فيها؟ وجه نداء آخر إلى إخواني الأطباء. لا يوجد أطباء بعدد كافي في المدينة وفي الريف. أين الأطباء؟ كنا نمر على الشارع الواحد فنجد أكثر من 100 لافتة للأطباء بكافة تخصصاتهم. أين هم اليوم؟ أحزنني أن أمر على إحدى المستشفيات الميدانية فأجد نجارا عمله خياطة العمليات الجراحية، ترك النجارة لأجل أن لعدم وجود المختصين في هذا المجال. أين إخواننا الأطباء؟ أوجه نداء ثالثا لإخواني التجار المقتدرين من أهل الخير، أذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أين أنتم يا إخواني؟ هناك مشكلة في مدينة حلب وفي ريفها. مررت على العديد من مكاتب الإغاثة والجمعيات الخيرية، نسبة ما يقومون به لا يسد إلا 35% من الاحتياجات التي يحتاجها المدنيون والمحتاجون من السكان. هناك إذن عندنا 1/3 السكان لا يجدون من ينظر إليهم، من يمد إليهم يد المساعدة. أناشد أهل الخير وأهل المال أن يبادروا ويسارعوا ويدعموا الجهات الإغاثية، أو يبادروا بأنفسهم للوصول لأهل الحاجة. نحتاج في هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها وطننا وشعبنا وبلدنا، نحتاج إلى التكاتف والتعاضد والتراحم، وأن نتعاون في الخير. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب والبلاء عن أهلنا في بلاد الشام، إنه نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.
ماذا فعلت تمهلي فبنوك في المستقبل أعجوبة الزمن الغريب وفي المقام الأول ماذا فعلت تمهلي فبنوك في المستقبل أعجوبة الزمن الغريب وفي المقام الأول من فيها أندية لا يشاء الفخر والإعظام بالحب نبنيها والعز والإكرام والخير والإيمان قد عاش من فيها زاد العنا وطغى الفنا إني بوعدك موقن والنصر موئله لنا يا ربنا يا ربنا.